ضغوطات متكررة، وعلى رأس هذه الضغوطات هو منح لمواطنين صهاينة جواز السفر المغربي. بكل أسف هذا المغرب الذي كشعوب تربطنا به علاقات أخوة وعلاقات محبة وعلاقات مصاهرة وعلاقات جوار وعلاقات مصير مشترك وعلاقات دماء مشتركة أثناء ثورة التحرير المباركة، إلا أن سلط عليه نظام مخزني مخزي وضع يده في يد الصهاينة لبداية المس بأمن المغرب قبل أن يمس بأمن جيرانه. وقد تابعت جميعا النظام هذا، اسمه باكسيسيوس ولا اسمه هذا بقاسوس بقاسوس والله عيد الله يقصر يسانه إن شاء الله. هذا النظام اللي تجسوا فيه حتى على جيرانهم الأوروبيين، ولعل جزء من الموقف لإحدى الدول، حتى لا أحرج يعني، لبعض الدول الأوروبية التي كانت تربطنا معهم علاقات صداقة استراتيجية وغيروا موقفهم لا أخلاقي من القضية الصحراوية، يقال بأنه نتيجة اختراقات لمسؤولين في هذه الدولة ولزوجات مسؤولين في هذه الدولة. أنا هاني ما حددتش باش ما يقولوش قال فلان وش من دولة، وربما تم الضغط عليهم. هذه من التحاليل التي قرأتها في صحافة هذا البلد يعني، وليس في تحاليلنا في حركة البناء الوطني. تم الضغط على سياسي هذه الدولة حتى غيروا موقفها من القضية الصحراوية. نفس النظام عانت منه عدد من الدول الأوروبية للتجسس، النظام الصهيوني للتجسس. نفس النظام المخزني المغربي عانى منه برلمان الاتحاد الأوروبي، ولا زالت التحقيقات سارية المفعول بشراء ذمم مغاربة عن طريق التعاون مع اللوبي الصهيوني لصالح القضية، لظلم القضية الصحراوية. اجتماع مجلس الأمن كان واضحا بأنه لأمر جلل ولأمر كبير، رغم اليد الممدودة من الجزائر إلى الشعب المغربي. وأنتم تعلمون جيدا بأن أنبوب الغاز الجزائري كان جاهز من سنة 2012 أو 2011 مباشرة مرور إلى إسبانيا، وهو غير ممتلي، لكن كانت هبة الدولة الجزائرية نيابة عن شعبها للشعب المغربي أنه يستفيد بما يقارب أحيانا 200 مليون أورو نتيجة مرور أنبوب الغاز عبر الأراضي المغربية. رغم هذا الكرم الجزائري والذي لا تتحدث به السلطة الجزائرية ولا تمن به ولم يسمع به الجزائريين في يوم من الأيام، كانت تخسر ما يقارب 200 مليون دولار رغم الصعوبات الاقتصادية، تعطيها كمنحة للشعب الجزائري وكعربون أخوة ومحبة. إلا أن هذا النظام لم يتعظ أبدا بالتعدي على جيرانه، أحيانا بتصريحات للتعدي على السيادة الموريطانية، للتعدي عن طريق السلاح على السيادة الصحراوية، وإنهاء وقف إطلاق النار، وللتعدي على السيادة الجزائرية أحيانا في أروقة دولية، عندما نادى سفير المغرب بحق تقرير جزء من الشعب الجزائري كمذكرة رسمية وزعت على دول عدم الانحياز، وقد تابعتم حينها ذلك، بدعمها لحركات إرهابية تمارس الإرهاب وحرق الغابات والممتلكات في هذا الوطن العزيز،
عقد اتفاقات أمنية وعسكرية مع الكيان الصهيوني بتهديد لوزير خارجية الكيان الصهيوني من الأراضي المغربية للسيادة الجزائرية في عز اعتداء الصهاينة على الشعب الفلسطيني وعلى لبنان، يتنقل القيادات العسكرية والأمنية إلى ما يسمى الكيان الصهيوني من المغرب لدعم مستمر في عديد من المجالات، وهو في عز تعدي وحرب قذرة على أشقائنا الفلسطينيين وعلى أشقائنا اللبنانيين. وآخرها حسب ما قرأنا بوكالة الأنباء منح جوازات لصهاينة ليستبيحوا السيادة الجزائرية ويعثوا فيها فسادا، فلم يعني لم يبقى لنا كأمة جزائرية إلا أن نعضد جهد الدولة وأن نضم دور قوتنا وعلاقاتنا وتنقلاتنا وتأثيراتنا لكل ما تؤثر به الدبلوماسية الجزائرية وحماية سيادتنا لكل ما تحميه به قوانا الأمنية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.